إذاعة سلطنة عمان. يجمعنا القدر بأشخاص لا نعرفهم، نعيش معهم لحظات الحياة، ومع مرور الأيام يصبحون جزءا أساسيا في حياتنا، يصبحون كأنغام عصفور صغير يغرد محلقا في السماء، يجعلوننا نبتسم تارة رغم أحزاننا، وتارة يتركون نقشا حزينا في قلوبنا لا يستطيع الزمن محو آثاره، وتجدنا نبحث أحيانا عن فسحة نلقي فيها أقنعة النفس الخفية. في صحبة اللقاء فسحة الكلم. موجات من النوايا والآمال تستقرئها معكم رشا البلوشية. يعيش أحلامها معكم هلال الهلالي. فسحة الكلم تأخذكم إليها بين بحار الأثير. المخرجة منى المسلمية. عالم الصراخ الجميل. جنبنا فاتك جنبنا، أنا وهو أنا وهو. وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو. فاتت جنبنا. ونبتدي منين الحكاية؟ رسالة من تحت الماء. عالم المغنى الأصيل الذي يرغمك على أن تحب وتعشق، يرغمك على أن تتلذذ عذابات الغرام المستكينة في منطقة اللاوعي التي أهملتها بسبب مشاغل الحياة التي لا تنتهي. وإذا لم يكن لديك حبيبة لأرغمتك هذه العبارات التي تحملها إلى أن تكون كما قال أحدهم سفاح غرام، ولجعل إحساسك المبهم يرسم ملامح الحبيبة الغائبة الحاضرة على الجدران، ولجعلت هذه الكلمات من قصة غرامك منشورا يعمم على أرجاء المدن كلها، ولتحولت ذلك الشاعر النزاري الشوقي والفنان المغرم الذي ربما يكون من منافسي العندليب. أخبرني، ألم تأتيك حقا تلك اللحظات العاشقة وأنت تستمع لآهات الصراخ الجميل؟ لكن، وعندما نقول لكن تبحر بنا إلى اقتحام الخريف لموجة الربيع الحالمة. بعد كل تلك النشوة الجميلة نشعر فجأة أننا على أرض الواقع باقتحام عالم الصراخ الزائف والصوت النشاز التي أثار رعب عزلتك الشاعرية، لتتعالى مع الخلفية الموسيقية الحية صرخة مدوية تحمل كلمة ويل أو أيوه أو عذاب ونيران تتأجج وكأنها تتعرض لتعذيب من أحد المعتقلات على يد ديكتاتوري مستبد، وليست في حفلة طرب موسيقية. والمشكلة الأكبر أن تلك الويلات والعذابات تترك أثراً لتبقى ملتصقة بأذاننا
رغم مرور نصف قرن، مشوهة بصراخها مشهدا فنيا خلابا بلا طائل يذكر. أحيانا أشعر بالشفقة على ذلك المتأوه الذي اعتقد للحظة أنه فنان، أو ربما أوهموه بأنه كذلك لأن الزمن أصبح غير الزمن، ونراه حسن النية في الغالب، فهو بالتأكيد ليس بعميل سياسي أو مخرب أو حتى فنان يريد إثبات حلاوة صوته على الملأ، بل هو في حقيقة الأمر كان متذوقا للفن، كان، ولكنه في النهاية قد أقدم على كارثة شوه من خلالها اللوحة الطربية في نسختها الوحيدة، وبقيت للأسف واهية دهرا جديدا. صراخ جميل، كنا نطلق بعده كلمة الله يا ست ويا عيني وآه يا طرب، ليتحول إلى شوشرة لا تعرف معنى ولا تعرف كلمة تقال في ذلك الوقت. كم منا يعرف اسم صاحبنا الصارخ ذاك، أبو شعر منكوش وقميص مزركش وصدر مفتوح، ربما لا أحد، ولكن كم منا يحفظ اسم عبد الحليم حافظ؟ كم منا يدندن علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق؟ اشتقت إليك فعلمني ألا أكذب، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنسحر الأشواق، اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق، علمني كيف أقول جذور هواك من الأعماق، اشتقت إليك علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق، يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر، يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. ليس بالصراخ ينقش الأثر، اطرب ودع بصمتك وامضي، لا تضف رتوشا على اللوحة كي تثبت وجودك، فالصوت العالي لم يكن أبدا دليل حضور وإنجاز، كن على المنصة ولا تكن في الهامش، بالتأكيد هذا لن يحدث صدفة ولا بصرخة تائهة ولا بافتعال معارك مع الكلمة وإحداث ضجيج يصيب السامع بصداع مزمن، إنما
باكتشاف نفسك ووضع بصمتك الحقة. فإن كنت ممن يملكون بحر الكلم ونغم الصوت ورقي اللحن، إذن أنت في عالم الصراخ الجميل، وبكفاحك وجهدك تصل إلى تحقيق حلم يليق بك. لكن إن كنت ممن يبحثون عن لوحة الألوان التي تشبه دوامة البراكين وعواصف الزمن الرملي، فستضطر إلى الوقوف بالمنصة لوحدك وتصرخ حيث يفر القاسي والداني. من جانب آخر تحكيه ملامح الكلم، نجد أن ملامح معلمينا ما زالت تحوم في الذاكرة رغم أننا بلغنا من العمر عتية. لا تزال كلمات خطتها أنامل مفكرين محفورة على جدران القلب، تنهانا وتأمرنا بوصلة طريق تدلنا على النور حين يضيق بنا السبيل أو تتعثر الخطى، وتفوح رائحة الظلام فتزكم أنوفنا المشتاقة لنسيم الحرية. أي نعم، هناك بصمات لا تختفي مهما حاول الزمن محو أثارها، إنها بصمات أساتذتنا التي لم تنل منها عوامل التعرية رغم الاحتباس الحراري والسيول الحانقة في بعض المدن التي ينخر الفساد ظهرها. بقيت ابتسامتهم ربيعاً عربياً ثائراً لا ينتهي. دائماً تعيش الكلمة الصادقة ويخلد صاحبها، يبقى في وجدان الناس ويسكن ذاكرة قلوبهم قبل عقولهم. الضجيج الكاذب ربما يبقى، لكن أعتقد من وجهة نظري أنه سيظل ملعونا مهمشا في زاوية كئيبة هناك لا مخرج منها للنور. سيعيش نكرة ويمضي نكرة ويموت في جوف الفراغ سرابا بلا معنى. لا تقبل، لا تقبل أن تكون إلا خلف ناقل الصوت شامخا. فمثل هؤلاء أصحاب الصراخ الجميل لا يموتون، بل يحفرون أسماءهم في وجداننا ويحملون أسماء أوطانهم إلى حيث السحاب، ويرافقون قلوب من أحبوهم إلى الخلود. المعادن الأصيلة تبقى بنقائها حتى لو مرت عليها المتغيرات. أحياناً الخوف من المجهول يحرمنا من اتخاذ القرارات، فتتلاشى أذواقنا بغية الاندماج مع متطلبات العصر الجديد. لكن لو فكرنا قليلاً لوجدنا أنها بداية لتلاحم الذوق الراقي الرفيع مع عصر جديد. وعدالة الحياة تمنح رقيها لمن يستحق حتى ولو بعد حين. فما رأيك؟ اسأل نفسك للحظة، هل أكون الآخر وأستمر؟ أم أكون أنا وأرحل؟ هيا أسمعيني ما لديك.
أدور 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 لليل والنهار، سأبقى لأدور، يتبدل لون وجهي ولازلت أدور. والضاء الأمس حتى لو ذاب واحترق، لكن ليل الألفة يذهب ويدور، ينصهر شوقي فيلف ويدور. أعتقد أن عقلي هو ما بدأ يدور الآن. انتظر يا أبي حتى أكمل كلمات الأغنية. وهل تعد هذه كلمات للمغنية ابنتي؟ هل تهزئين بالطرب؟ بالعكس يا أبي، أنا أحاول أن أطور الطرب وما يتماشى والعصر. اسمحي لي يا ابنتي، لا أريد إحباط عزيمتك، ولكن المثل يقول: إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل. ماذا؟ وهل تعتبر كلمات أغنيتي باطلا يا أبي؟ أعرف أنك تتوقين لعالم الشهرة، ولكن سمعت أحدهم يقول: إن لم تستطع أن تكون جميلا فحاول أن تتجمل، وأضعف الإيمان ألا تجمل القبيح. قبيح؟ كنت أعتقد أنك تحب ما أكتبه. هذا صحيح. أتذكر مرة عندما كتبت: ثناؤك يستعصي على الشعر طرحا، لأنك فوق الشعر وصفا ومنصبا، ولو أنني قضيت عمري أصوغها قوافي في شعري بالنضار لأكتبا، مكانة حب نلت في القلب حلوة، لكلت قوى شعري وسلمت متعبا. نعم أتذكر. ماذا حل بكلماتك تلك؟ لا يمكن أن تغنى. وقصيدة أدور الدائرة في عواصف الهذيان هي التي تغنى؟ هذا ما أخبرني به أحد الفنانين الجدد، لقد طلب مني أن أكمل كتابتها، والناس الآن في عصر السرعة ولا تريد أن تسمع موالا يضجرهم. ما هذا الهراء؟ أي إنسان سيقبل على نفسه وذوقه بهكذا شعر؟ هذا لو كان يسمى شعرا أصلا. أستغرب عن الذي يتكلم عن الفن والجمال ولا يتذوقه، كقبيح يرسم أكبر لوحة لتشويه كل ما هو جميل في حياتنا. يا له من تشبيه. يا ابنتي، أحيانا يتعطش المرء لإبراز ما لديه في بيئته، وإني لا أستغرب أنكم يا جيل التكنولوجيا بعضكم يفتقر لغرس الأفكار الجميلة في بيئته. أشعر أحيانا بأنكم حزب محاربة الجمال. حسنا يا أبي، سأتوقف عن الكتابة. لا تجعلي من الصمت خطيئة. وماذا بإمكاني أن أفعل بمفردي؟ عدم المشاركة في تجميل الحياة هو انضمام فعلي في عضوية حزب محاربة الجمال. ألا توجد ثورة للإطاحة بهذا الحزب؟ يوجد بالتأكيد، بالربيع الإنساني الذي يعيد الجمال لبيته والتفاؤل لروحه والفن لمتذوقيه. المشكلة يا أبي أنه يمتلك دعما كبيرا، ولكن ما تقوله هو عين الصواب. لن أخسر أسلوبي وروحي في كتاباتي لشخص ليس لديه ما يخسر. هذه يا ابنتي كما عهدتها، ولكن أخشى أن تظل كلماتي حبيسة السطور. لكل مجتهد نصيب يا ابنتي، استمتعي بما لديك من قدرة على الكتابة، ولا تفكري في إفساد سعادة اللحظة الحاضرة بالتحسر على ما ليس لك يد فيه، ولا ترتكبي حماقة في حق نفسك يا ابنتي. وإن كان يؤلمك أن أحدا لا يقدر ما تملكينه من موهبة، فافعلي كما قال أحد الفلاسفة: احتفي بالألم لأنك ستتعلم منه. غدا ألقاك. غدا ألقاك، يا خوف فؤادي من غدي،
يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. آه إن كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كنت أستدنيه لكن هبته لما أهابا، وأهلت فرحة القرب به حين استجابا. هكذا احتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا. أغدا ألقاك أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني، أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني. أغدا تشرق أضواءك في ليل عيوني، آه من فرحة أحلامي ومن خوف ظنوني. كم أناديك وفي لحني حنين ودعاء، يا رجائي أنا كم عذبني طول الرجاء. أنا لولا أنت أنت لم أحفل بمن راح وجاء. أنا أحيا بغد الآن بأحلام اللقاء، فأت أو لا تأت أو فافعل بقلبي ما تشاء. هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا. أغدا ألقاك. هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر، هذه الدنيا عيون أنت فيها البصر، هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر. فارحم القلب الذي يصبو إليك، فغدا ما تملكه بين يديك، وغدا تأتلق الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى، وغدا نسمو فلا نعرف للغيب محلا، وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا. قد يكون الغيب حلوى، إنما الحاضر أحلى. هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا. أغدا ألقاك. للشاعر الهادي آدم. يا من وداعة كنا هم وداع الروح، يا من وداعة كنا هم وداع الروح. لو بكفي عنك ما روح ساعة، دمع على عياني مسفوح. ساعات وداعك دمع على عياني مسفوح. منك وعليك من المحاجر ضياع، منك وعليك من المحاجر ضياع. Yeah.
حبيبي على البوح الحب يجبر يا حبيبي على البوح والشوق يفقد في القلوب المناعة والشوق يفقد في القلوب المناعة ألعيك ما تلعي الحمامة على الدوح كما تلعي الحمامة على الدوح ولا لوم قلب ما ضرب القطاعة ولا لوم قلب ما ضرب القطاعة يا من وداع كنا تذكرت أشياء لن ننساها غير الطرب والشعر. تذكرت حواديث الجدات التي لازلنا نتذكرها وربما نسردها لأبنائنا إلى الآن. تذكرت تفاصيل لا تموت. تذكرت متعة النقاء. فلماذا نخسر المعاني الجميلة وتصبح رحلة حياتنا مجرد أرقام مادية؟ كل يوم يمضي يأخذ من رصيدك دون أن يعطيك شيئا. إن الكلمة مشاعر. نعم، إن الكلمة مشاعر. ومن أصعب الأشياء حينما تكتشف أن المشاعر أصبحت وسيلة والغاية هي التي لا تقال. لماذا؟ عندما نحب نشعر بميزة رائعة ولدت بداخلنا، وهذا الإحساس
يعيد خريطة الحياة والعالم من جديد. فلا تسمحوا للبثور أن تشوه وجه القمر، ويكفي أننا نمتلك أنفسنا ونصرخ صراخا جميلا يتذوقه كل فرد في عالمنا، ليقول لك: أصرخ، أصرخ بحلول المعاني لتكسب ثروة الخلود. فكل الخسائر أمامك محطات عابرة. وإذا دعانا اللقاء يوما لنذوب بين ذراعي الفؤاد جوا، لن نغلق للصدور الرحبة أبواب أحلامها، فنحن حراس لقائها، ننحني ترحيبا بوجود كلماتكم في فصحى الكلم. فصحى الكلم، رشا البلوشية ومنى المسلمية.